انا لا ادافع عن بشار الاسد، ولا اعتقد ان في مصر بيدافع عن بشار، ولا بندافع على حد. كل اللي احنا بنقوله، احنا بنقوله حاجتين: وحده الاراضي السوريه، الحفاظ على الجيش السوري. مين بقى رئيس؟ انا مش فارق. وحده الاراضي الليبيه ووحده الجيش الليبي، ده هدفنا. احنا مالناش اطماع، احنا ما عندناش اهداف غير وحده الاراضي الليبيه بوحده جيش ليبي، وحده الاراضي السوريه بجيش سوري. طيب خلينا نقول، انتوا قلتوا ان العراق ستكون، وتاني بعيد، العراق صدام، والاسلحه الكيماويه والاسلحه النوويه وقتل شعبه لازم يمشي. ماشي، الراجل ضحوا بيه في العيد زي الخراف، وكانت رساله لينا كلنا، اي حد فيكم هيبقى مصيره زي صدام. راح صدام وكسرنا التماثيل واحتفلنا وكلنا انبسطنا وشربنا كؤوسا من الخمر على روح صدام حسين. اين هي العراق دلوقتي؟ ادي العراق. طيب لا، القذافي يمشي، القذافي ماشي، القذافي. اين هي ليبيا الان؟ دلوقتي نفس الطبله ونفس الموسيقى ونفس الجو على سوريا. بشار بشار بشار. انا بسال كل الدول العاقله، الدول الشقيقه، ماذا بعد بشار؟ من يخلف بشار؟ القضيه ليست في اسقاط بشار، القضيه في من يخلف بشار. بشار لا يمثل نفسه ولا يمثل بالمناسبه طائفته، بشار بيمثل حاله الآن. بقول تاني، لو سقط بشار أنا أتنبأ من خلال قراءات استراتيجية ألا تكون هناك دولة سورية بل دويلات، ليس ذلك في عزم، وإنما تتحول المنطقة ربما إلى مقدمة لحرب عالمية ثالثة. ما يجري في سوريا أخطر مما يتخيل اللاعبون بالنار. من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد موعد إشعال الحريق، لكنها مستحيل، وأتحدى الرئيس الأمريكي أن يحدد موعد إطفاء هذا الحريق. تقدر تولع حريقة، لكن مستحيل تحدد إمتى تطفيها، لأنها لن تنطفئ. إذا أشعلوا حريقا في سوريا لن تنطفئ، إذا أشعلوا حريقا في ليبيا لن تنطفئ. مصر بالمرصاد.